إن الكثير منا ليشكو قسوة هذا القلب، كثير منا لربما يجلس مع نفسه وحيدا فتلومه هذه النفس، لعل الواحد منا يتساءل دوما ويقول: إني لأجد أن في نفسي وفي روحي ضميرا يؤنبني، أي أنني كلما عصيت الله، أنني كلما أذنبت، أنني كلما اقترفت معصية أو كبيرة بدأت هذه النفس تلومني. والواحد منا يتساءل: هل هذا اللوم لهذه النفس هو لوم طبيعي؟ هل هذا اللوم لهذه النفس هو لوم طبيعي؟ أقول لك أيها الحبيب، إن الله عظيم ولا يقسم إلا بعظيم، إن الله عظيم ولا يقسم إلا بعظيم. قال الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أقسم الله بهذه النفس التي أنت تمتلكها، أقسم الله بهذه النفس التي تقول لك اليوم لماذا لم تصلي، أقسم الله بالنفس التي تقول لك لماذا تذنب، لماذا تعصي، لماذا اغتبت فلان، لماذا قطعت رحمك، لماذا تعاملت بالربا، لماذا أخرت الصلاة عن وقتها، لماذا عاقبت والدك. هذه النفس هي نفس عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، وإن كانت جاءت متأخرة بعد النفس المطمئنة، لأن الأنفس كما تدري وتعلم نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة بالسوء. النفس المطمئنة هي التي تداوم على الطاعات، تداوم على العبادة، لكن أكثر الناس يحملون نفس لوامة. فأنت على خير، والله أنت على خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. اسمع أيها الحبيب واطمئن، اسمع واطمئن، ولو بلغت ذنوبك الآفاق، اسمع واطمئن، ولو بلغت ذنوبك الآفاق، والذي نفسي بيده لو أنكم لم تذنبون، لو أن الواحد منا لا يذنب لأذهبكم الله وجاء بقوم يستغفرون الله فيغفر لهم، وجاء الله بقوم يستغفرون الله فيغفر لهم. تدري حنظلة رضي الله عنه يقول أيضا في صحيح مسلم أنه لقي يوما أبو بكر، لقي في الشارع أبو بكر، فقال أبو بكر: يا حنظلة كيف حالك يا حنظلة؟ فقال حنظلة: نافق حنظلة يا أبا بكر، يعني النفاق دخل قلبي، دخل قلبي النفاق يا أبا بكر. فقال أبو بكر: ماذا تقول يا حنظلة؟ قال: يا أبا بكر، نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين، ثم نخرج من عنده فنعاسف الأزواج والأولاد فننسى. لما نكون مع النبي يذكر لنا الجنة والنار فتطير قلوبنا من الإيمان، لكن نرجع إلى بيوتنا يبدأ الرزق والراتب والأزواج ورزق فلان ورزق ولدي والجامعة، تبدأ الحياة اليومية. فقال نافق، اتهم نفسه بالنفاق لأنه يكون عند النبي في حالة إيمانية عظيمة، لكن إذا غادر عاد إلى الدنيا والأزواج والأولاد فنسي ما قاله رسول الله. أبو بكر ماذا قال لحنظلة؟
قال وإنا لنجد مثل هذا يا حنظلة. أبو بكر أبو بكر، من أنا وأنت عند أبو بكر؟ من أنا وأنت عند أبو بكر؟ أبو بكر يقول إنا لنجد مثل هذا، يعني أننا نكون مع النبي، نسمع الجنة والنار فتطير قلوبنا من الإيمان، نعود إلى الزوجة والأولاد والحياة فننسى. قال أبو بكر يا حنظلة نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نخبره بهذا. فذهبوا فقال حنظلة يا رسول الله إنا لنجلس معك تذكرنا بالجنة والنار كأن رؤي العين، لكننا إذا ما خرجنا وعافسنا الأزواج والأولاد نسينا، إذا عافسنا الأولاد والأزواج نسينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أنكم تدومون على ما كنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقاتكم، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة، لو أنكم تكونون على ما كنتم عليه عندي بعدما تخرجون لصافحتكم الملائكة في فرشكم وفي طرقاتكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فيا أيها الحبيب اعلم أنك أنت على خير، متى تكون على خير؟ إذا بقيت الروح في الجسد، لكن إذا كان الجسد حيا والروح ماتت فأنت لست على خير. كيف هذا؟ إذا ضاعت عنك الصلاة وذهبت إلى فراشك ونمت ولم تحدثك نفسك أن صلاة أنك نمت بلا صلاة عشاء، واستيقظت بلا صلاة فجر، نمت دون أن تحاسب هذه النفس، ثم استيقظت بلا صلاة فجر وبدأت العمل والبحث عن الرزق دون أن تراوض ودون أن تحدث نفسك ماذا صنعت وماذا تركت، ثم نمت ثم عدت ثم نمت ثم عدت ونفسك لم تلومك، فاعلم أن الروح ماتت وإن كان الجسد حي، اعلم أن الروح ماتت وإن كان الجسد حي. ولكن أنت على خير، إذا فاتتك صلاة فقالت لك نفسك ماذا صنعت، قم وتب، قم وعد، قم وارجع على باب الله، أنت على خير. والله لو صنعت من الذنوب ما صنعت ثم لامتك نفسك على الدن فأنت عند الله على خير. ولكن الذي ليس على خير هو الذي يظلم ويفتري ويتجبر ويصنع الكبائر والمعاصي، زنا وخمر ومخدرات، ولا يجلس مع نفسه ولو مرة يقول ماذا قدمت وماذا أخرت، قد ماتت روحه في الحياة ألف مرة. ولكن إن أعادتك الروح وأنبك ضمير هذه النفس أن تعود إلى الله فاعلم أنك ما زلت على خير عند الله سبحانه وتعالى. أما قال الله عبادي عبادي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. لا تحزن إن كان مشيك إلى الله بطيء، ولكن أنت أعظم ممن توقف مسيره. لا تحزن إن كان سيرك إلى الله بطيء، أنت أعظم ممن شلت أركانه فلم يسير إلى الله. ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. أبي نواس اتهم في زمنه بالزندقة، فلما مات جاء إلى أحد العلماء ليصلي عليه فأبى أن يصلي عليه، أبى أن يصلي عليه. وهذه رسالة لمن يطلقون الأحكام على الناس، هذه رسالة لمن بوبوا أنفسهم بوابين على باب الجنة، يدخلون من يشاءون الجنة ويخرجون منها من يشاءون. لا لا لا،
أنت لست أرحم من الله. الله أرحم بالعبد من الأم بولدها، لست أنت. الله أرحم بالعبد من الأم بولدها، له الرحيم. الله عز وجل قال إني لغفار لمن تاب، ما قال إني لغفور لمن تاب، قال إني لغفار، أي أنه يداوم المغفرة على دوام الساعة. أما لو قال إني لغفور لكان المغفرة على الذنب فقط، أذنبت فيغفر لك. إنما قال إني لغفار، أي أنه معك، لو أذنبت ألف مرة إني لغفار لمن تاب. التهمة بالزندقة. قد يجد الواحد منا، من الشباب، من الناس، من الرجال، من يعصي، من يذنب. إياك أن تحكم على الناس، إياك أن تحكم على الظاهر، لأن الذي لا يعلم ما في القلب إلا الله. قد تنام أنت مغترا بقيام الليل، قد تنام مغترا بعبادتك مع الله، تنام مغتر بقيامك مع الله، وهو ينام ودموع التوبة على عينيه. تقبل منه دموع التوبة ولا يقبل منك غرور عبادتك. يقبل منه دموع توبته ولا يقبل منك غرور عبادتك. فرفض أن يصلي الجنازة عليه، فلما أرادوا أن يغسلوا أبي نواس وجدوا رقعة في ثوبه، أخرجوها، فسألوا زوجته متى كتب هذه الكلمات؟ قالت كتبها اليوم، أي قبل أن يموت، قبل أن يموت. يا أحباب، اعلموا أن الأعمال بالخواتيم، لهذا يطالب الإنسان بالاستغفار يوما، كل يوم. قد يعيش الإنسان مستغفرا فيموت على ذنب، وقد يعيش مذنبا ويموت على استغفار. لهذا لا بد للإنسان أن يداوم على الرجوع، أن يجدد. يا أحب التاجر، إن لم يجدد حساباته سيخسر خسرانا لا يعلمه إلا الله. التاجر الناجح هو الذي يعلم أنه سيخسر، لكن دون أن يضع آلة حاسبة، ودون أن يحاسب حسابات العام والمواسم سيفشل. ولكن التاجر الناجح هو الذي يعلم أن هذا الشهر سيخسر، لكن هو يعلم أن الشهر المقبل بعده سيربح، سيربح لكن بعدها قد يخسر. والذي يتاجر مع الله يعلم أنه قد خسر الصلاة اليوم لكنه لم يخسر الرجوع إلى الله. باب التوبة مفتوح، وباب الرجوع إلى الله لا يغلقه كائن كان، لا يغلق عليك باب الرجوع إلى الله أحد. ففتح الورقة وإذا بأبي نواس قد كتب فيها يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم. يسأل الله، يقول يا رب إن كان في الحياة لا يرجوك إلا محسن، بس الصحابة واللي والتابعين، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم. إذا الرجاء فقط مخصوص لمن هم مع الله، طب والمجرم، طب والمذنب، فبمن يلود، فبمن يلود ويستجير المجرم. فقال العالم هاتوه كي يصلي عليه، هاتوه كي يصلي عليه، إنه لا يعلم ما في القلوب إلا رب القلوب جل في علاه. أقول رسالة أخيرة، أيها الحبيب، عد إلى الله، عد إلى الله ولو أذنبت ألف مرة، عد إلى الله ولو أذنبت مليون مرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله،
لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيوة ربي الذنوب جميعا. ولو كنت سامعا للأغاني، ولو كنت شاربا للخمر، ولو كنت مدمنا للمخدرات، ولو كنت زانيا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تلتفت لكن عد. المشكلة ليست في الذنب، فإن الله غفور رحيم، ولكن الأعظم من هذا أن تمسح ما مضى، وأن تبكي على ما مضى، وأن تعاود الوقوف على باب الله، واعلم أن الله لن يردك. دون الشرك بالله كله مغفور، دون الشرك بالله فكله مغفور. فعلى ما تتردد؟ لو بلغت ذنوبك الآفاق عد وقف على باب الله. شعارك عائد إلى الله والجنات، عائد إلى الله. ولو أغلقت أبواب الحياة، ولو أغلقت أبواب الدنا، فأنا مع الله. ولو أذنبت اليوم وغدا، فإنني يوما سأعود.